يكلمه. يوم ضربنا ذا على البيبان اثر الجوال طاح ويسمع صوت اخي فيصل يتعزوه. سمع صوت الضربه وسمع صوت اخي فيصل يتعزوه وصوت امي جرب يطول عمرها تشهد. أبو اي والله يا ريجي الله. انا ذا الحين ما ادر قد عندي لني مثل صوت الصفير ما ادري ايش هذا. سعدت وقف الموتر ما كان حنسلمنا وقف الموتر ما ادري كيف فلقيت ذا فيصل اخي مجودني منه يا ريجي شال لي سجد بالارض اثرني ما ادري ايش هذا. حولت ما ادري كيف حولت وش ابغى الباكستاني راعي الهايلكس وش صار عليه؟ هو جاك مزاحف يوم دودني فيصل مسكني قال اركض ما تفكر فيه. انا اخر ما في راسي وشو امي يومها توجع من يدها. اي والله يا ريجي ما ادري ايش انا فيه. اركض اول مره اشوف فيصل اخي ماسك روحه مع انه اصدعنا كلنا حركه بس يشتعل على طول كذا على طول هو حارنا كلنا. انت يا ياسر ما ادري كيف ربي ركض هيك اليوم. المهم ساعه اقبلنا فلاح يقول بوم بوم يقول الباكستاني بوم قصده ان مقعد واجي سعد جيت والله لو الباكستاني ذاك فتن علي ان يرضخني لين يرضخ القاع من تحتي فوق الرعه مطير لين صح لين تروح الساطير. واجي اجود الباكستاني بوم قلت انت ما في شوف قعد شوي هلا يصل خيام جودني يوم سحبني. انا بالصدق يوم تفكرت فيه ما غدا ودي اني ودك ان احد يفرح زين فيصل جاء اي والله ود زين انه ودك ان احد يفرح قال لنا اضربه ولا شيء ثم يتوطش عاطفي ذا الباكستاني الهش موه تجيك راعه مطبوق. الكارثه مو بعلاد الكارثه تعود عمي اللي في الاتصال الله يكون بعونه وباقي في الاتصال هو سكر هو داري احنا على طريق ابريل الحين وين احنا رايحين ماشي ليبرين و ان حن يا العائله كل بينا في ذا الموتر. قام انت يدق على واحد من العمه في حرض تكفى يا سالم العوض سير عليهم حاد حاطر قبري قام لا يطير حن ما فينا شيء ذا الحين. قام انت يا الصبي ذا اللي في حرض ما ادري يقول والله العظيم ثم الله اني ما ادري كيف لبس ثوبي ما ادري الا قدني ذا في القماره شوي فهل هذه الكامري جايتنا علي الحرم يا رجل تقولك يا ما قبلت علينا يوقف ساعه تفكر هلا الموتر ما كل من جنبه تفكر فالحين وقع اركبه انت فيكم شيء؟ قال لا والله ما فينا شيء. قال علي بن هادي دق علي يقول والله العظيم يقول ما ادري ايش انا فيه يقول العوص يعني ما حد حاطر قبري والله خارجكم الله تعالى. اي والله انه صادق والله احنا نمشي 160 يا ريدي هذا السرعه حقه زايد وذا ذا اللي استرعى انا اللي ناس من اخوياي مسوين سووا حوادث شنيعه واصابات قويه يسولفوا لنا يا الربع تدرون ايش يقولون؟ يقول اغلبهم 90% الى 95% يقولون من سبب الجوال. يقول لك الجوال يقول امسكه واحد يعلمني يقول يا فلاح انا ماسك الجوال يقول ثانية ونص يمكن يقول بس ابي اقرا الكلمه كاتب مرحبا يقول واحد مرسل لي كاتب مرحبا يقول اقرا كلمه مرحبا يقول انا في مخي يقول انت الحين لو تفكر تقول بقرا مرحبا وبعاين بالموتر مستحيل يجيني شيء. يقول ترى الحادث يجي بجزء من الثانيه يقول شفت الجزء من الثانيه هذه تفرق تطلع قدامك حيط ولا الحصى هذه تطلع قدامك ترى الموتر يخف الاسرع اي يخف يقول يقلبك انتبهوا السرعه. انا صارت معي والله في واجد ناس انا يمكن اعرفهم جد شفتهم حتى تتكلم عنهم اشخاص اغلب حوادثهم اللي دائم تلقاه يجي الله يحفظنا ويحفظ الجميع وايش فيهم ما هم فيه اللي يعني يجيه شلل نصفي اغلبهم لو تجي وتقول له حادث كيف صار؟ صدمتك سياره يقول لا من نفسي انا من جوا نفسه هو حتى بدون سياره ما صدم سياره ولا جا سياره هو الخط الحال تخيل خط فاضي انت لحالك فيه يصير له هو الحادث مسوق الوحيد جزء من الثاني انه يرفع جواله ولا يشبك في الشاحن ولا ذا له منقلب. انا يا ريجي صارت معي الساحه كنت وقتها في الديره تعرفون في الديره